طيب احنا لما نيجي بقى نتكلم عن اللهجة الصعيدي، احنا يعني بقى عندنا علامة مميزة كده في الدراما في رمضان اللهجة الصعيدي ووجودها. اللهجة الصعيدي بقى سهلة ان حد يتعرف عليها ويلقطها لو هو مش صعيدي اصلا، ولا لا بتحتاج وقت وبتطلع منه كده مسخة؟ والله هي اللهجة الصعيدي بصفة خاصة هي لهجة اولا طبعا منطوقة وليست مقروءة. يعني انت لما تجيبي لي كلام وتقولي خد اجراه مش هتعرف تجريه الا لما يعني مثلا كلمة كمان كمان دي هتقوليها كمان، لا اقول كمان هتعرف تشكليها منين. باذن هي لازم لهجة مسموعة. لذلك لما يجي ممثل يجي عايز يتكلم بالصعيدي يقول لي مثلا طب قول لي الجملة دي كده، انت ما تقولها كيف؟ طب اقرا لي المشهد ده كده. خلي بالك يا استاذ حسن، انا عاوز اقول على حاجه الاول، انا غريب وسطكم دلوقتي لان انتوا الاثنين صعايده. لا انا بحرويه بس ولادي صعايده. شويه عشان نقدر ننافس. هي يعني عندها عرق في الصعيد، طب متقنه برضه للهجه الصعيديه. ولادي من جنى بالظبط. لا تحت امرك برضه، يعني هنلاحظ هذه الملحوظه مع بعضينا ما تقلقش. طيب انا عاوز اعرف منك حاجه بس، اللهجه الصعيديه الاول عندنا كام نوع من اللهجه الصعيديه؟ يعني 16. هل هي لهجه واحده 16 او 17 ونص؟ ما فيش الكلام اللي انت بتقوله دي ليه؟ انت كل قريه كل محافظه، ما هو ده اللي انا عاوز اقوله، ليها مش محافظه، ما انا لسه هكمل حضرتك. مش محافظه، ده كل 5 كيلو هتلقى فيه مفرده او مفردتين ثلاثه لكل قريه ولا كل مكان معين كده تجمع بشري، لان هو الراجل كان لما مؤاخذه اتجوز وجاب واد عمه اتجوز جنبه وبقيت بلد، بيجي جايب معاه لهجه محتفظين بيها. تلقاه يقول لك مثلا ايه، زي ما كنت لسه بكل بكلم الجماعه يقول لك كبريت، ما يقولكش كبريتي. اذا طريقه النطق دي اختلفت عن هنا. يروح يشتري مثلا، يروح للبقال مثلا يشتري حاجه منه، يبص له كده يقول له انت من الدبي، انت من الجناوي، انت من المناصره. عرفوا منين؟ عرفوا من لفظه صغيره. انما لما تيجي تقول على مستوى المحافظات، احنا 99% من اللهجه زي بعضينا، بنعطش الجيم والقاف بنخلوها جيم مش معطشه. يعني لما تيجي تقول ضربوا قلم تقول ضربوا قلم. لما تيجي مثلا تقول جنيه تقول جنيه معطش، ما تقولش جنيه. كل الصعايده من الجيزه لغايه اسوان يقولوا الكلام دي. انما لما تيجي في الفاظ معينه مثلا دلوك، ممكن اقول لك دلوك، دروك، دلوكيت، دلوكيتي، دروكيتي، دلجيت، كذا مفرده تلقى كل بلد، بس في الاخر معنى واحد. معنى واحد وكلنا فاهمين بعضينا، واخد بالها؟ على اساس انه مش هي الكلمه الصغيره دي اللي هتفرق صعيدي من صعيدي. طب انت هتقول لي في مشكله عندك، انا هسالك السؤال ايه هو؟ امال لما انتوا في كذا لهجه هتشتغلوا بانهي لهجه في الدراما؟ صحيح. الحل المشكله دي مش انا اللي حليتها، حلها رائد الدراما الصعيديه في التلفزيون وفي الدراما الرائد محمد صفاء عامر رحمه الله عليه. الله يرحمه. قال لك يا جماعه اسهل لهجه وابسط لهجه مفهومه وليست مغرقه في المحليه قوي والناس تفهمها هي لهجه جني. راح مثبت لهجه جني بتاع ذئاب الجبل. لانه جناوي. لانه جناوي، مش لانه جناوي كمان، مش يعني عنصريه للجنا، لا، لان هي لهجه ما فيهاش مغرقه قوي، يعني ما تقدريش تقولي دي لقيت مثلا، دي لقيت دي صعبه شوي. انما دلوقت قريبه من دلوقت، بتاعت ايه القاهره. فدلوقتي اللهجه الجناويه بتمتاز بالبساطه وفي نفس الوقت بالمحليه بتاعت اللهجه. في اساسيات يعني لهجه الصعيدي في المركز غير لهجه الصعيدي في، انت هتقولي لي ما هو تاثير، ما هو التاثيرات الاخرى التي تتاثر بها اللهجات؟ تتاثر بخمس ست عناصر. ايه هم؟ اول حاجه السن. انت لما تجيب الشاب سنه 20 سنه غير لما تجيب واحد سنه 55 ولا 60 70 سنه. صحيح. ده هو مفردات، ده مفردات، يبقى السن. نمره اثنين السفر، واحد سافر واحد ما سافرش، واحد لا مؤاخذه ما طلعش من القريه بتاعته، وواحد جه اسكندريه وراح في الجامعه وراح هنا وراح هنا وراح هنا ولف وطلع بره، مش هيروح مثلا يقعد في لندن 5 سنين يجينا يقول والله ده انت صعيدي زي، لا هيبقى لازم، ده لو راح السعوديه لا بس هيلاقي مصطلحاته برضه، هيجي بعض المصطلحات. ايه تاني؟ التعليم بيفرق. انت عارفه لو متعلم دبلوم غير متعلم مثلا قاعد في جامعه ولا في بكالوريوس ولا بتاع او ما اتعلمش خالص، دي حاجه. الحاجه الثانيه كل المؤثرات دي في الاخر بتجي لك محصله صغيره كده تقول لك ايه، ها الراجل ده يتكلم اللهجه دي. يبقى انت لما تيجي يجي لك الورق الاول تحسبي هل هو سنه كبير، سنه قد ايه، سافر ما سافرش، اتعلم ما اتعلمش، ظروفه ايه، راح فين، جه منين، قعد في مصر 20 سنه ورجع. طب ما ده يختلف، ممكن يقول لك كلام بعض الكلام القاهري. صحيح. في الاخر بتجد محصله ان اللسان ده لازم يتكلم الشخصيه دي.